الكرة الآن لمنتخبنا، ركنية داخل المنطقة رأسية ومحاولة، ولكن حتى اللحظة منتخبنا لم يسجل الهدف الأول. أردنية رأسية، الله يسجلها بني هاني، يسجلها بني هاني، وأول أهداف اللقاء. عند الدقيقة الثامنة لرزق بني هاني، عند الدقيقة التاسعة يا بني هاني يسجل أول أهداف اللقاء من رزق بني هاني، راسية رزق وهدف أول. شوفون الكرة التي ارتدت، هي راسية ارتدت من العارضة، عارف الحاج عادها لأمين. شوف هذه الكرة والراسية كانت نعم الرزق، وتابعها بني هاني وهدف أول للنشامة، هدف أول لمنتخبنا. شوف كرة أمين وراسية رزق ارتدت وعادت لرزق، وهدف أول لبني هاني، هدف أردني أول عند الدقيقة التاسعة من رزق بني هاني. هنا أمين ورزق بني هاني، وهدف رزق بني هاني هنا، رزق بني هاني نعم. والكرة الآن انطلاقة أردنية، انطلاقة أردنية خطيرة، درويش الله يا سيف يا درويش، الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، ومن خلال الملك الصغير سيف درويش الذي يسجل الهدف الثاني لمصلحة منتخبنا الوطني عند الدقيقة 15. هدفين مقابل لا شيء. شوف هذه الكرة والتمريرة من أمين، أمين يا أمين، من الأمير إلى الملك الصغير، وهدف جميل لمنتخبنا ولسيف درويش. هنا هدف ثاني من أمين إلى سيف، وعلى طول بالمرمى، بالمرمى على طول، على طول. بعد 6 دقائق منتخبنا يسجل الهدف الثاني. هنا عارف الحاج استلام، محاولة المرور، وهناك خطأ، خطأ وصافرة الهندي كريستال جوا، هنا خطأ لمصلحة منتخبنا. شوف هذه الكرة والعبور من أمين، أمين الشناينة، هذا هو أمين عارف الحاج. أيضا خطورة دائما، خطورة دائما من الجهة اليسرى، هذا هو الياباني سوتشي هانيتا، المدرب الياباني للمدرب حراس، المدرب فني، نعم الإمكانيات أكيد يعني يعني دول مسألة بسيطة. وهنا كرة، من المنفذ؟ هل سيكون أبو طه أو أمين؟ خلونا نشوف أبو طه أم أمين، أمين أم أبو طه. كرة أردنية، كرة لمنتخبنا، هي كرة أمين وتسديدة، الله يا سلام عليك يا الأمير الصغير. أمين يسجل أو ثالث أهداف اللقاء، هدف جميل من أمين الشناين، الله يا أمين، على يسار الحارس محمد، يا محلاك يا محلاك يا الأمين، وكرة الله 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 الله. شوف كرة أمين وعلى باتجاه، باتجاه القائم الأيسر وبالزاوية 90، أمين يسجل الهدف الثالث، الأمير يوقع الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني، 3 أهداف، 3 أهداف لمنتخبنا الوطني.